اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ابدا مع حضراتكم بحاجه انتهت منذ قليل. منذ قليل انتهت مباراه النادي الاهلي ضد نادي الزمالك في كره الطائره. ماسترز هم كره الطائره في النادي الاهلي او رجال كره الطائره في النادي الاهلي مسمينهم الماسترز. الجولد ماسترز اللي هم اساتذه الذهب. ان هم كسبوا النهارده 3-0 والحقيقه ده الطبيعي اللي بيحصل خلال الفترة السابقة. دايما كنت بتلاقي دايما كرة الطائرة في النادي الأهلي بتكسب أي فريق، مش بتكلم بشكل عام، بتكسب أي فريق دايما، بيكسب الدوري الحمد لله وكاس. عندنا فريق جيد جدا جدا في كرة الطائرة، إن شاء الله كمان خلال الفترة القادمة يكون عندنا أفضل، رغم من أن أنا متأكد أن احنا عندنا فريق جيد جدا في كرة اليد، والنهارده هتكلم معاكم كتير عن هذا الامر. ولكن انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بثلاثيه مقابل 3 أشواط مقابل لا شيء، وفاز النادي الاهلي لكره الطائره رجال على نادي الزمالك في هذه المباراه.